تتسارع الأحداث والمواجهات المسلحة الدامية في عدد من البلدات الواقعة حول مدينة سامراء إحدى أكبر مدن محافظة صلاح الدين بين تنظيم الدولة والقوات العراقية. جاء الهجوم على بلدة مكشيف التي تبعد 20 كيلومترا غرب سامراء بعد أيام من هجوم تمكن فيه تنظيم الدولة من استعادة بلدة المعتصم الواقعة على مسافة 22 كيلومترا جنوب شرق سامراء. لم يختلف الهجوم على مكشيف في تفاصيله عن هجوم المعتصم، تفجير انتحاري ثم هجوم مسلح، لينتهي الأمر بانسحاب القوات الحكومية المدعومة بسرايا ما يسمى الحشد الشعبي. وتسجل صور حصلت عليها الجزيرة دورا محوريا لميليشيات باتت تلعب دورا كبيرا ورئيسيا في هذه المناطق. ومع تنامي هذا الدور يتحدث الأهالي عن ممارسات وانتهاكات ضدهم ينفذها أفراد هذه الميليشيات، وترد الحكومة العراقية من جانبها بأن هذه الممارسات فردية وليست منهجية، وأن مرتكبيها هم جماعات يحاولون الإساءة لسرايا الحشد الشعبي. وتشهد هذه البلدات منذ عدة أسابيع مواجهات ومعارك كر وفر عنيفة، حيث يحاول كل طرف انتزاع السيطرة على هذه المناطق التي بات موقعها الجغرافي يمثل استراتيجية كبيرة في المعركة التي تدور رحاها على مساحة واسعة من أرض العراق. تحاول القوات الحكومية السيطرة على هذه المناطق لإبعاد خطر مقاتلي التنظيم عن مدينة سامراء لما تمثله من خصوصية كبيرة للشيعة بسبب وجود ضريح الإمامين العسكريين، بينما يسعى التنظيم إلى ترسيخ سيطرته عليها بهدف قطع خطوط الإمداد لمدينة تكريت، حيث أعلنت السلطات العراقية أنها تسعى لاستعادتها للتقدم خطوة إضافية لتأمين الوصول إلى مدينتي بيجي والموصل شمالا. الصور التي تناقلتها مواقع التواصل تظهر بوضوح النبرة الطائفية التي تنتهجها هذه الميليشيات، وتظهر أيضا حدة المعارك الجارية هناك وشراستها. تتسارع الأحداث والمواجهات المسلحة الدامية في عدد من البلدات الواقعة حول مدينة سامراء إحدى أكبر مدن محافظة صلاح الدين بين تنظيم الدولة والقوات العراقية. جاء الهجوم على بلدة مكشيف التي تبعد 20 كيلومترا غرب سامراء بعد أيام من هجوم تمكن فيه تنظيم الدولة من استعادة بلدة المعتصم الواقعة على مسافة 22 كيلومترا جنوب شرق سامراء. لم يختلف الهجوم على مكشيف في تفاصيله عن هجوم المعتصم، تفجير انتحاري ثم هجوم مسلح، لينتهي الأمر بانسحاب القوات الحكومية المدعومة بسرايا ما يسمى الحشد الشعبي. وتسجل صور حصلت عليها الجزيرة دورا محوريا لميليشيات باتت تلعب دورا كبيرا ورئيسيا في هذه المناطق. ومع تنامي هذا الدور يتحدث الأهالي عن ممارسات وانتهاكات ضدهم ينفذها أفراد هذه الميليشيات، وترد الحكومة العراقية من جانبها بأن هذه الممارسات فردية وليست منهجية، وأن مرتكبيها هم جماعات يحاولون الإساءة لسرايا الحشد الشعبي. وتشهد هذه البلدات منذ عدة أسابيع مواجهات ومعارك كر وفر عنيفة، حيث يحاول كل طرف انتزاع السيطرة على هذه المناطق التي بات موقعها الجغرافي يمثل استراتيجية كبيرة في المعركة التي تدور رحاها على مساحة واسعة تلعب دورا كبيرا ورئيسيا في هذه المناطق. ومع تنامي هذا الدور يتحدث الأهالي عن ممارسات وانتهاكات ضدهم ينفذها أفراد هذه الميليشيات، وترد الحكومة العراقية من جانبها بأن هذه الممارسات فردية وليست منهجية، وأن مرتكبيها هم جماعات يحاولون الإساءة لسرايا الحشد الشعبي. وتشهد هذه البلدات منذ عدة أسابيع مواجهات ومعارك كر وفر عنيفة، حيث يحاول كل طرف انتزاع السيطرة على هذه المناطق التي بات موقعها الجغرافي يمثل استراتيجية كبيرة في المعركة التي تدور رحاها على مساحة واسعة من أرض العراق. تحاول القوات الحكومية السيطرة على هذه المناطق لإبعاد خطر مقاتلي التنظيم عن مدينة سامراء لما تمثله من خصوصية كبيرة للشيعة بسبب وجود ضريح الإمامين العسكريين، بينما يسعى التنظيم إلى ترسيخ سيطرته عليها بهدف قطع خطوط الإمداد لمدينة تكريت، حيث أعلنت السلطات العراقية أنها تسعى لاستعادتها
للتقدم خطوة إضافية لتأمين الوصول إلى مدينتي بيجي والموصل شمالا. الصور التي تناقلتها مواقع التواصل تظهر بوضوح النبرة الطائفية التي تنتهجها هذه الميليشيات، وتظهر أيضا حدة المعارك الجارية هناك وشراستها.